السلام عليكم. كما كان منتظر تم زيارة الكاف، الوفد نتاع الكاف إلى ملعب دويرة مع بمعية الفرقة نتاع الخبراء الألمانيين، وإن شاء الله إن شاء الله يكون فيها حظوظ كبيرة للجزائر باش ننظموا هذا الكأس نتاع إفريقيا في 2025. أنا على حسب معلوماتي وعلى حسب يعني دراستي الموضوع يعني جيدا، شفت بلي المغرب راهم يعني عندهم مشاكل كبار، مش قادرين حتى يعني يوفيوا بالالتزاماتهم الاجتماعيه في بلدهم، عندهم ديون كبار ويعني في مشاكل كبار. والان المغرب راهي تعيش عزله دوليه رهيبه، ما شكيتش عندهم الوسائل باش يقدروا يواجهوا يعني الجزائر في ترشيح في تنظيم كاس افريقيا. بالنسبة لفريق المدينة الدولة الأخرى وهي دولة زامبيا، كذلك عندهم زوج ملاعب مغطاة، هذا مكان، حنا رانا في خمس ملاعب. إذن الحظوظ تاع الجزائر كبيرة جدا باش ننظموا هذا الكأس هذه، وإن شاء الله بمناسبة تنظيم الكأس هذه تاع كان يعني 2025 إن شاء الله ننقيوا الطرقات نتاعنا، نفضوا الغبار اللي راح الطرقات ونقيو الحاله، نلتاو شويه بالتهيئه العمرانيه والتربي يعني بتحسين المحيط، ونلتاو شويه بالفضاءات نتاع الفضاءات الخضراء لي زيسباس فير، نطور يعني المحيط ديالنا، لان الجزائر هذه ما خصتنا غير هذه الامور، هذه خصتنا غير التهيئه العمرانيه ويعني والبنايات هذه الغير مكتمله تكتمل، كل البنايات السكنيه الغير مكتمله تكتمل، ويرفع خاصه يرفع الغبار عن الطرقات ويصبغوا الباطيمات هذو اللي عندنا، وتولي الدولة الجزائرية بلاد الجزائر أحسن بلد في العالم، نولوا كيما للدول الأوروبية يعني من ناحية التهيئة العمرانية، لأنه الجزائر من ناحية الكمية نتاع يعني لو باتريمون إيموبيلي يعني من ناحية الكمية تاع العمران كمية كبيرة جدا، لكن يعني اللي كان خاصنا بزاف هو التهيئة. إن شاء الله بالمناسبة تاع تنظيم كأس إفريقيا يلتاو بالتهيئة العمرانية ويردوا لنا الغبار على الطرقات ويصبغوا لنا الباطيمات ويسقموا لنا السجر، يزبروا السجر ويلتاو في المساحات الخضراء، وإن شاء الله تولي بلادنا للوشة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.